الصديقات والأصدقاء متابعي القناة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أريد أن أعود من خلال هذا الفيديو إلى زيارتي إلى أرض الكنانة، أرض الفراعنة، إلى أرض أم الدنيا مصر الحبيبة. طبعا الفيديو الأخير اللي شفته حول الزيارة لم يكن هذا الفيديو مرافقا بتعليقات حول الأماكن، الفضاءات، المآثر التاريخية اللي زرناها، بل كان عبارة عن تسلسل زمني كرونولوجي ديال الزيارة، يعني من البداية من ركوبنا في مطار فاس سايس باتجاه اسطنبول، ثم من اسطنبول للقاهرة، ثم القاهرة الإسكندرية، الإسكندرية العودة إلى القاهرة، ثم من القاهرة إلى شرم الشيخ، ومن شرم الشيخ إلى القاهرة، ثم من القاهرة إلى الدار البيضاء، وهكذا انتهت الرحلة. العودة للتفاصيل، فبكل صراحة أنني يعني منذ زمان كنت مفتونا بزيارة مصر، وطبعا لم تكن الظروف مواتية ومهيئة لذلك لعدة اعتبارات. أولا كانت تتعلق بثقافتي أنا، يعني في الرحلات وفي السفر، يعني كنت أولا مشدودا إلى زيارة المغرب، يعني غالبا في الصيف، يعني زرت كل الشواطئ المغربية من السعيدية شرقا إلى طنجة، ومن طنجة إلى الدخلة. الدخلة طبعا اللي زرتها مؤخرا، فبهذا يعني كنكون شفت جميع المناطق المغربية الداخلية منها، ويعني والشاطئية، فلم يبقى هناك شاطئ أو مدينة شاطئية إلا وزرتها وأقمت فيها، أو على الأقل أنني قضيت فيها يوما واحدا. إذن فرحلتي إلى مصر كانت يعني رحلة مبرمجة إلى أجل مسمى، يعني ما كنت شيء يعني وضع في الرزنامة ديال الرحلات ديالي. فأستطيع أن أقول أن الرحلة لمصر كانت هي أهم الرحلات في هاد التحركات ديالي والأسفار ديالي خارج المغرب، يعني بما فيها إلى تايلاند وإلى إسطنبول ودبي وغيرها. لماذا؟ لأن زيارة مصر عندها واحد الحمولة ثقافية وفنية بالدرجة الأولى، على اعتبار أن مصر كانت دائما هي يعني تلك البوابة الثقافية والفنية الواسعة بالنسبة للعالم العربي كله، وليس بالنسبة للمغرب. فالكل كيعلم على أن يعني مصر منذ خمسينات القرن الماضي، ستينات، السبعينات، حتى الثمانينات، تقريبا حتى الثمانينات، كانت هي هي في الحقيقة أعتقد هي يعني البؤرة، أو إن شئنا أي أن نقول هي مجمع الفنانين العرب،
فأي فنان كان يلمس في نفسه يعني موهبة فنية، صوت أو لحن إلى غير ذلك. ف يعني المنصة ترابلينغ ديالو كيكون هو دائما السفر إلى مصر للبحث عن الشهرة وللبحث عن الانطلاقة والتألق هكذا. إذن منذ الستينات، يعني منذ يعني إدراكي للحياة للفنون والآداب وغيرها، يعني كانت دائما مصر تتمثل ذلك النموذج الثقافي والفني في الفكر ديالي. فالعديد من الفنانين المغاربة اللي في الستينات رحلوا إلى مصر من أجل البحث عن التألق ومن أجل صقل مواهبهم الفنية والموسيقية. العديد منهم اللي مشاو يعني وعلى رأسهم عميد الأغنية المغربية الأستاذ عبد الوهاب الدكالي، وأيضا ذهب إلى مصر كل من طاهر جيمي، ذهب إلى مصر أيضا عبد السلام عامر، وعبد السلام عامر مشى لمصر وهو محملا بأغنية القمر الأحمر، والتقى مع الأستاذ محمد عبد الوهاب وسمعه القمر الأحمر. وطبعا محمد عبد الوهاب أعجب بهذه الأغنية أيما إعجاب، وطبعا لم يكن يعتقد محمد عبد الوهاب أن في المغرب أيضا عندنا عباقرة في الموسيقى اللي يمكن يضاهيوا الفنانين المصريين، إلا أن ما كان يعوزنا هو ذلك الانتشار والإعلام الفني الواسع، لأن ما ميز مصر في أواخر الخمسينات والستينات هو صعود الإعلام الفني والثقافي. عديد من المجلات الفنية اللي كانت كتوصل لينا من مصر، وعديد من الأفلام يعني والمسلسلات اللي كانت هي طبعا المادة الأساسية في يعني عندنا في الإعلام ديالنا. ف كانت كيف تنعرفوا مجلة الهلال، وكانت مجلة المجلة، وكانت يعني هذه كلها مجلات كانت توثق للأنشطة الفنية في بس. فعلى كل حال، أن هذه الحمولة الفنية والثقافية اللي استوعبتها وعشقتها كانت من بين الأسباب مثلي مثل غيري التي دفعتني إلى الإلحاح على زيارة مصر. وبالتالي اخترت واحد البرنامج، وهذا البرنامج هو طبعا اللي ساعدني باش عرفت مصر وزرتها. فكانت الانطلاقة من مدينة فاس مباشرة إلى القاهرة، ولكن عبر إسطنبول. يعني درنا واحد الإسكان، واحد المدة ديال التوقف 4 ساعات في إسطنبول، من 12 ليلا إلى 4 صباحا. وفي 4 صباحا تقريبا أو 4:30 انطلق بنا الطائرة ديال مصر للطيران باتجاه القاهرة. الرحلة دامت تقريبا 4 ساعات أو 5 ساعات. على كل حال، أننا وصلنا إلى القاهرة في الصباح الباكر، ومن المطار ديال القاهرة إلى الفندق اللي كنا نقيم فيه اللي هو بيراميد بارك دامت الرحلة ساعة تقريبا من المطار، يعني من مطار القاهرة الدولي إلى الفندق دامت رحلة ساعة تقريبا.
ووصلنا للبيراميد بارك، وهو في الحقيقة من الفنادق الفخمة في مصر، وهو من الفنادق القريبة من، يعني هو من الفنادق الموجودة في منطقة الجيزة، اللي هذه المنطقة اللي كتحتضن الأهرامات الثلاث، وأيضا معالم أخرى منها معلمة ستاتي ديال أبو الهول. فلما وصلنا للفندق، يعني بعد واحد الهنيهة ديال الراحة، مشينا على طول للجيزة وشفنا الأهرامات بثلاثة وأيضا أبو الهول. وبهذه المناسبة أقدم تشكراتي للمرشد السياحي الذي كان طبعا يرافقنا، ولسائق السيارة الخاصة اللي كانت تقلنا إلى هذه المناطق السياحية. في الحقيقة انبهرت كثيرا أمام هذه المعلمة التاريخية الهائلة، هذه المعلمة التاريخية اللي دائما أي زائر وصل إلى هناك يطرح السؤال: كيف استطاع هؤلاء البشر قبل 3000 سنة أنهم يشيدوا هذه المعالم بكل هذا الثقل التاريخي ديالها والصعوبة ديالها والهندسة ديالها الفائقة، يعني والعلو ديالها الشامخ جدا. المشكل هو أنه تبادر إلى ذهني يعني شيء غريب، وهو أن هذه البيراميد ما كانت لتبنى لولا نوع من السلطوية، ونوع من يعني من بين قوسين بين الديكتاتورية وبين العبودية وغيرها من تعابير ديال القمع طبعا، لأن هؤلاء العبيد الذين بنوا هذا البيراميد لم يكن من السهل أن يزحزحوا، ولو يعني هما كيسميوها مصطبة، وهي هي الحجرة الضخمة التي يعني هذه الأهرامات هي عبارة